هذا ربيعك يا محمد أطل على الوجود إضيائه حتى أنار العالمين إلى الهدى. أراد ربك أن يجلي رحمتي في الكون فاختار النبي محمدا قد زينته شمائل محمودة فغدا على كل العوالم سيدا. ملأت الكون يا طه سرورا وفاحت ذاتك المثلى حبورا. لقد زينت الدنيا عطرا ونورا وقد أسقيتها ماء طهورا. فهو الشمس إذا ما أشرقت وهو ضحاها جل في الوصف علوا. وهو خلق لا يضاهى متباركين بمناسبة ذكرى مولد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مولد الإسلام أشرق في ربيع أول تحقق. جانا بالنور والحق من عليه الله مصلى. خالق الخلق اجتبى وعلى الرسل اصطفى. آدما كل الأنبياء وعليه الله صلى. خالق الخلق اجتبى وعلى الرسل اصطفى. ختما كل الأنبياء من عليه الله صلى. الذي مولى الكرامة المظلل بالغمامة. الشفيع يوم القيامة من عليه الله صلى. النبي مولى الكرامة المظلل بالغمامة. الشفيع يوم القيامة من عليه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الأخلاق فينا من بكى شوقا إلينا. رحمة للعالمين من عليه الله صلى. سيد الأخلاق فينا من بكى شوقا إلينا. رحمة للعالمين من عليه الله صلى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من يطع مولاه يسعد فاز بالخلد المؤبى. والصلاة تخشى محمد من عليه الله صلى. من يطع مولاه يسعد فاز بالخلد المؤبى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير صباحكم وأنا أحييكم عبر برنامجكم الصباحي المباشر صباح اليمن اليوم الذي يأتيكم دائما عبر شاشتكم شاشة قناة اليمن اليوم. اليوم سوف نتحدث طبعا عن رسول الله يا نورا تجلى بك الخلق. أتمنى أن تنال الحلقة رضاكم خاصة وأنا بمعيتي في الاستوديو ضيف عزيز علينا من جامعة الأزهر. لكن البداية دائما الجديدة والمتجددة مع المهندس رشيد العريقي الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس رشيد صباح الخير وكل يوم وأنت بخير. وأنت كذلك بصحة وعافية أخي صبري وكذلك طاقم البرنامج ومشاهدينا الكرام. شكرا يا باش مهندس. في البداية وفق تنبيهاتكم خلال الأيام الماضية هل استمرت مرحلة التبريد الشديدة في العديد من محافظات بلادنا خاصة الجبلية وهل تكون الصقيع وأين حدث ذلك وكم أقل درجة حرارة سجلت في مختلف محطات الرصد الجوي فجر يومنا هذا الخميس؟ طبعا أخي صبري استمر في أننا التبريد الشديد على العديد من محافظات بلادنا خاصة المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية. وقد تكون الصقيع أو ما نسميه بالدارجة الضريبة الذي يضر بالمحاصيل الزراعية خلال اليومين الماضيين خاصة في ذمار ما بين المدينة ومديرية الحدا وكذلك ما بين ذمار ومديرية ستة محافظة أب وفي مغرب في مغرب عنس وكذلك في بعض المناطق في صنعاء وعمران وغرب البيضاء. وقد سجلت أقل درجة حرارة صغرى فجر يومنا هذا عمران درجتين وفي دمار 3 درجات وفي أب 4.5 وفي صنعاء 4.6 وفي المحويت 10 درجات مئوية. وكذلك سجلت أقل درجة حرارة في شيون 14 درجة مئوية وفي عتا 15 درجة مئوية.
ونظرا لهذا التبريد وبناء على متابعتنا في الأرصاد القوية فقد تم تأجيل الدوام الصباحي لأبنائنا الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم مشكورين ابتداء من يوم السبت 31 أكتوبر حفاظا على سلامتهم. هذه أهم ما لدينا طبعا فيما يخص التبريد. طيب باشمهندس رشيد، ماذا عن أحوال الطقس اليومنا هذا الخميس وأيضا خلال اليومين القادمين بإذن الله تعالى؟ يتوقع المركز الوطني للأرصاد القوية أن تكون الأجواء في صبري باردة وقافة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة وعمران وصنعاء ودمار والبيضاء والضالع والمناطق المرتفعة من محافظات عيب ولحم وأبين وتعز وأجزاء من الهضاب الداخلية وكذلك الصحاري، ويكون الطقس مشمس أغلب ساعات النهار في هذه المحافظات خاصة المحافظة الجبلية، والأجواء الصحراوية إذا غيمة جزئيا على السواحل المناطق الساحلية بوجه عام، ولكن هنا يتوقع أيضا أن تتشكل السحب الكثيفة واحتمالية هطول الأمطار على سواحل المهرة وأجزاء من سواحل حضرموت، والرياح مثيرة للأتربة والرمال خاصة على السواحل الغربية، وهناك احتمال اضطراب لحالة البحر الذي قد يصل إلى أكثر من 100 مترين ونصف خاصة قبال السواحل الغربية ومدخل باب المندب، ويكون الطقس صحو بارد جاف على مناطق ناس صحراوية وغائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على خليج سقطرة. هذه أهم التوقعات، وتوجد هنا تنبيهات إذا تفضل وممكن نستعرضها بشكل سريع. تفضل، أبرز التنبيهات والتحذيرات التي أصدرتموها خلال هذا الصباح فيما يخص أيضا اليوم واليومين القادمين خاصة على مرتدي البحر أو المسافرين عبر الخطوط الطويلة أو حتى للمزارعين. نعم، الإخوة المواطنين في المحافظة الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية والذاهبين إليها، ينبه المركز الوطني للأرصاد من تدني في درجة الحرارة الصغرى خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء المساء وساعات الصباح الباكر، كما ينبه أيضا الإخوة المزارعين من آثار موجة البرد الشديدة حفاظا على مواشيهم وكذلك محاصيلهم الزراعية، كما ينبه أيضا المركز الوطني للأرصاد القوية الصيادين ومرتادي البحر وخاصة السفن الصغيرة التي تتنقل ما بين المارة وحضرموت وكذلك الخميس وقطرة من اضطراب البحر، هناك وسوء الأحوال القوية نتيجة توافد السحب واحتمالية هطول الأمطار ما بين سواحل حضرموت والمهرة وكذلك الجزيرة سقطرة أو خميس سقطرة. هذه أهم التنبيهات المطلوبة. الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطائرة المدني والأرصاد المهندس رشيد العريقي، شاكر جدا جهودك وجميع العاملين لديكم، وألقاك بإذن الله تعالى صباح الأحد القادم. شكرا جزيلا لك، كنت معي من صنعاء. مرحبا بكم مجددا. يعد المشي والجري خارج المنزل والتفاعل مع الطبيعة المحيطة من أجمل التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها صباحا، كما أنها تساهم في الحفاظ على الوزن الصحي وتزيد من قوة العظام وتحسن من عمل القلب وتقلل من ضغط الدم المرتفع، كما ينصح بالبدء بالمشي السريع ثم رفع السرعة والجري. ولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، ويحتفل المسلمون بهذا اليوم كل عام فرحة بولادة منقذ البشر الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، ويكثرون في هذا اليوم من الصلاة عليها. اليمنيون متدينون بالفطرة وهم بالفطرة عاشقون للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واليمنيين لديهم حب للرسول الله قبل أن تنطفي نار فارس ويدخل أهلها في الإسلام، وقبل أن يولد كل فكر يبتغي من الإسلام ثوبا ليحكم الناس بالقوة والإرهاب. اليمنيين لديهم إيمان حقيقي قبل أن نشاهد تلك الأشكال الضالة التي تتاجر بكل شيء، وكلنا عشق النبي. هذه المناسبة التي كان يحييها اليمنيون بشكل روحاني وجميل وهادئ تبعث في نفوسهم الطمأنينة والمحبة وصدق الولد للنبي في المساجد والأماكن الخاصة. حول مولد النبي وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا استضيف في الاستوديو الدكتور حسام الدين شاكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر. صباح الخير دكتور. صباح الأنوار. وسهلا فيك ونورت البرنامج. أهلا وسهلا بحضراتكم وأهلا بكل المشاهدين من اليمن السعيد. ويمكن فيه علاقة قوية قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين اليمن، يعني كلمة أهلا وسهلا أو الترحيب
يمكن كان لها مناسبة بين جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وملك اليمن في ذلك الوقت سيف بن زيزن. فهو كان في وفد قريش ذهب إلى تهنئة ملك اليمن بانتصارهم على الحبشة، فعندما يعني استقبلهم قال له أهلا وسهلا، مرحبا وأهلا، وناقة ورحلا، ومستناخا سهلا، وملكا يعطي عطاء جزلا. ثم خففت الكلمة بعد ذلك وصارت أهلا وسهلا. وهو عندما سمع هذه الكلمات من هذا الوفد يعني سألهم من أنتم، فقالوا نحن وفد قريش، فقال أنتم وفد، قالوا نحن وفد التهنئة لوفد المرزئة، وأخذوا يتحدثون معه. ثم استضافهم وظلوا عنده فترة إقامة امتدت لما يقرب من شهر، ثم عادوا بعد ذلك محملين بالهدايا، وخففت هذه الكلمة الطويلة إلى أن صارت أهلا وسهلا التي تستعمل الآن في كافة أنحاء الوطن العربي. طيب دكتور حسام الدين، المولد النبوي الشريف طبعا هو من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمون، وذلك لأنه يوم مولد أشرف خلق الله سبحانه وتعالى وهو الرحمة المهداة. ماذا تقول بهذه المناسبة العظيمة؟ نعم، يعني هذه المناسبة نتحدث عن المولد نفسه، في يوم المولد للنبي صلى الله عليه وسلم تروي فاطمة بنت عبد الله فتقول أنه عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم خرج نور أضاء مشارق الشام، ووالدته سيدة آمنة تقول أنها في حملها بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تشعر بألم قط، وكانت وكأنها ترى سيدة مريم رضي الله عنها، وكانت عندما وضعت هذا المولود فهي رأت نورا أضاء كل هذه الجنبات. هذا النور يدل على أن هناك حادث جلل حدث في هذا اليوم، وهناك أشياء أخرى ارتبطت في يوم المولد، منها تصدع عيوان كسرى وانطفاء النار فارس، وبعد ذلك يعني وقوع بعض الأصنام في مكة، وكان فيه استبشار بهذا المولد النبوي. فعندما قالوا لجده عبد المطلب أن يذهب فأن هناك مولودا قد جاء، فذهب وأخذ هذا المولود وذهب به إلى الكعبة وشكر الله أن وهبه هذا المولود وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم معتادا في تلك الفترة، ولكي يكون يعني حامدا للسماء ومحمودا في الأرض. فسبحان الله، يعني سبحان الله الأوحد الذي جعلنا نحمد، ووهب لنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد الأحمد. طيب يا دكتور، هل تزداد حاجة الأمة الإسلامية اليوم إلى أن تجتمع على كلمة سواء وتقتدي يعني بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتمسك بسنته وتعتصم بها؟ هذه الأيام هي في أمس الحاجة للاعتصام والاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نرى يعني ما عليه من خلاف وشقاق ما بين الأمة العربية والأمة الإسلامية داخليا، وما يأتي إليها من الخارج. فهي في هذا الوقت هي في أمس الحاجة لأن يكون هناك الاتحاد، وهذا أمر ليس يعني بغريب، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قال ذلك أو أوحى إلى ذلك، عندما روي في بعض الحديث أنه قال وعظ موعظة حسنة فزرفت فيها العيون، فظن الناس أن هذه هي الموعظة الأخيرة، فقالوا له تعهد بنا، يعني أخبرنا احنا يعني ادينا وصية نمشي عليها. فقال لهم أنه سيأتي من بعدي اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم وتمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهو كأنه كان يعرف أن هذه الأحداث وهذه التفرقات ستحدث، فأوصى بأن يتمسك الناس بسيرته ويسيروا على نهجه صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مع أهل بيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في أقواله وأفعاله مسار للاقتداء منذ أن كان طفلا، يعني هو حتى في حياته لم يعهد مثل ما كان يعهد الأطفال، ولكنه كان متحملا للمسؤولية منذ أن كان طفلا. وهذا يعطينا أن يعني أن نربي أطفالنا على هذه المسؤولية، أن يكون الطفل يعني معتاد له متحمل للمسؤولية. يعني النبي عندما فقد والديه منذ أن كان رضيعا
ويعني بدأ بعد ذلك هو يجلس مجالس الكبار مع جده وبعد ذلك مع عمه، فتحمل هذه المسؤولية. في حياته مع الصحابة كان دائما ناصحا مرشدا لهم، وفي حياته مع غير المسلمين يعني هو كان يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. ولو رأينا ما حدث مع الأقوام السابقة وما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنه كان صبورا مع قومه، فيعني سيدنا جبريل قال له لو شئت لا يعني لأطبقن عليهم الأخشبين، فهو قال عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ومن يقول لا إله إلا الله، فهو كان شفوقا بأهله وإن كانوا عصاة عليه. ولذلك قال اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون، فكان لديه صبر مستقبلي، هو يعني أهد قومي فإنهم لا يعلمون ماذا سيحدث، لا يعلمون من هذه البشارة. وصلى الله عليه وسلم كما قال المولى عز وجل فيه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لو رأينا يعني شرف كل إنسان في اللغة العربية، واللغة العربية هي من يعني أشرف اللغات، فهي لغة سمت شرفا على كل اللغة ولها مزاياها التي لا تجحد، الله كرمها وعظم قدرها هيهاتا لا تفنى ولا تتبدد. نجد أن هناك المضاف والمضاف إليه، وأن الشرف المضاف ينتسب من المضاف إليه، ينتسب للمضاف إليه، فنقول رسول الله، فالرسول مضاف والله مضاف إليه، فالرسول يعني يستمد هذا الشرف من المضاف إليه اللي هو المولى عز وجل. الله. فأي كرم وأي شرف أسمى من هذا الشرف. طيب يا دكتور، هل هي ذكرى يعني مباركة لإنسان عظيم نشر العدل والرحمة في المجتمع وغير مجرى التاريخ وأزال الجهل ورسخ الإيمان ونشر العلم في نفوس الناس وقاد البشرية نحو العزة حتى أضحت أمته هي خير أمة أخرجت للناس؟ نعم، الخيرية في هذه الأمة يعني وهذا الاحتفال الذي نحتفي به بالذكرى المولد النبوي ليس بذكرى الشخص فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ذكرى للإنسانية جمعاء، فلولا وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا نحن الإسلام، وما نشر التسامح وما نشر السلام في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقدومه كان هداية لكل البشرية، والأيام يعني وكان يعني ما ذكر على لسان سيدنا موسى وذكرهم بأيام الله، إنه الأيام دي لها مكانة عظيمة، ومن هذا اليوم هو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نحتفي بهذا اليوم ليس اليوم فقط، ولكن لأن هذا اليوم جاء ليكون بعد ذلك بشيرا بما سيحدث في الإنسانية من تقدم، وما يحدث في الإنسانية من تسامح ما بين الناس، ومن دعوة إلى الخير، ومن دعوة إلى التواصل ما بين المجتمع الإنساني ككل، ما بين المسلم وغير المسلم، وحتى لدعوة من لا يؤمن بأن هناك إله حتى يهتدي إلى وجود هذا الإله، وبعد ذلك وجود النبي خاتم للرسل. طيب يا دكتور، يعني العجائب التي حدثت في ليلة مولد الرسول، نعم، هل أثرت في نفوس الآخرين فيما بعد؟ هل كان لها دلالاتها العميقة؟ كانت لها دلالات، أنه عندما حدث هذا فيعني سألوا أي شيء، يعني ما الذي جعل هذا يحدث، فعلموا أن هناك أمر حدث. وكانت هناك يعني أقوال سابقة أن نبي سيبعث، فعلموا أن هناك خطر يعني محدق بهم، يعني هذه الممالك الكبرى يعني سيحدث لها تغير واختلاف. ولكن عندما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يرسل للرسائل للملوك وللرؤساء، تبين أن منهم من وافق ومنهم من لم يوافق، منهم من أخذته العزة ومن أخذته الكبر، ومنهم من وافق واستجاب لهذه الدعوة مثل النجاشي، ومنهم من وافق وأهدى إهداء ولكنه لم يعلن إسلامه بصورة كبيرة. فكان هذا يعني بداية من البشارة بالمولد، يعني هذا كان مترتبا ببشارة المولد للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا دكتور، أنت ذكرت أخلاق الرسول وتعامله مع الآخرين، نعم، لكن أيضا كان يتعرض يعني للأذى، كان يتعرض للرمي بالحجارة، كان هناك من يرمي القاذورات في طريقه، لكن هل هذا يعني زاد إصرار النبي عليه الصلاة والسلام على
مواصلة رسالته المحمدية على أكمل وجه. نعم، صلى الله عليه وسلم هو كان من شيمته الصبر، ولهذا فهو كان يصفح ويصفح الصفح الجميل، ليس صفح فقط، ولكنه كان يصفح الصفح الجميل، بدليل أن بعض من آذوه في يوم لم يجد ما كانوا يزون به فسأل عنهم فقالوا أنه يهودي وأنه مرض، فذهب ليعوده صلى الله عليه وسلم، وعندما ذهب ليعوده يعني تفاجأ الرجل بهذا الموقف وبهذه الزيارة، وهذه الزيارة كانت تدل على يعني قيمة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم في صفحه وفي عفوه حتى لمن كان يؤذيه، وكذلك من كانوا من أهل مكة عندما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهم الذين آذوه وهم الذين سعوا في قتله وهم الذين سعوا في وأد الدعوة واستئصالها، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهم، لأنه كان يصفح الصفح الجميل وليس الصفح فقط. وكان من جماله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يعلم أنه إذا قوبلت الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة، فلذلك كان يقابل الإساءة بالحسنة حتى يقتدي به غيره. دكتور، يعني لقد حظي التاريخ على مختلف طبعا عصوره على الكثير من الشخصيات التي أثرت في الواقع، وكانت أعظم شخصية في تلك الشخصيات هو رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الشخصيات، حتى أن هناك بعض الكتب يعني حسبت النبي صلى الله عليه وسلم من الخلدون، ما هو أعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا عنوان أحد الكتب الشهيرة، ويعني خلده التاريخ بدليل ما يساء له خلال هذه الأيام وقبل هذه الأيام. يعني هذه اللسات للنبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني وليدة اليوم، ولكنها متكررة، هي تدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشخص الذي ليس له مكانة فلا يسيء له أحد ولا يذكره أحد بخير أو شر، ولكن تأثير النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى العالم كله، بدليل أن هناك أتباع له يزيدون على مليار أو أكثر، ويعني هذا ليس أمر بالهين، إن لم يكن شخص منحه الله عز وجل القبول ويعني هدى الناس للاهتداء به فلن يحدث ذلك. يعني هل ما زالت شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة حتى اليوم عبر التاريخ؟ هل ما زالت سيرته يعني يقتدى بها، وهل ما زال الكثير من الناس متأثرين بهذه السيرة العطرة التي غرست في نفوس المسلمين المزيد من الاستمرار في السمو الأخلاقي والتعامل الراقي فيما بينهم أو مع الآخرين؟ يعني أفضل ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مدحه المولى عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم، فنجد في هذه الآية يعني ثلاث توكيدات، وإنك إنك وبعد وذلك الكاف وبعد ذلك لام للتأكيد وبعد ذلك قال لعلى خلق عظيم، يعني مثلما أقول أنا أقف فوق الجبل، يعني لا أقف في الجبل ولكن أقف على الجبل، فكأن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو هذه الأخلاق جميعا، فهو فوق الأخلاق، يعني ليس هو صاحب خلق فقط ولكنه يسمو فوق هذا الخلق. في الحقيقة يعني وحتى لا أكون يعني كاذبا، فهناك الكثير من يقتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يوجد أيضا عدد كبير من الناس يعني يزعنون أنهم يقتدون بهذه السيرة لكنهم لا يفعلون بها، يعني هم يقرؤونها ولكن لا يفعلون بها أو لا يطبق التطبيق الصحيح مثلا، ولا يجري تطبيقها الصحيح، وهذا ما يسيء للإسلام من أهله. يعني هذا يعني قد نكون نحن مشاركين في الإساءة لأننا نظهر صورة غير الصورة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم بأعمالنا. يعني أنت تعرف يقولون أنت تعرف هذا الشخص فيقولون لا عملته، فيقولون لا إذن لا تعرفه. للأسف مثل ما يحدث في اليمن، يعني مثل ما يحدث في اليمن للأسف هناك من يبتز التجار ورجال الأعمال ويقوم بفرض الإتاوات من أجل الاحتفال بالمولد النبوي في ظل تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمنيون. نعم،
والمولد النبوي، الذكرى، هذه الذكرى تستلزم أن يتكاتف الجميع ويصيروا يعني لحمة واحدة. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بسائر الحمى. إذا يعني اشتكى عضو فقط بقية الأعضاء تجد أن الجسم كله مرهق وكله تعبان، لأن جزء منه يشتكي. فهكذا لابد أن تكون الأمة كلها. الذكرى في المولد ماذا نفعل فيها؟ هل هذه الذكرى هو يوم ويمر هكذا؟ لكن لابد أن نقتدي بما كان يفعله الصالحون الذين سبقونا في هذه الذكرى، أن يعقدوا جلسات الذكر، أن يحدث التكافل ليس بالإرغام، يعني مثل ما حضرتك ذكرت، لا يرغم الشخص على أن يخرج ما في جيبه، ولكنه هو يخرجه من باب الإطعام أو من باب التزكية على النفوس الأخرى. يعني ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، إنما نطعمكم لمن؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لكن أنا ما أخذش منك علشان أطعمك غصب عنك، لكن أخذ منك من باب المحبة إذا أنت أردت، أو لا أطلب منك، أنت من تريد من تلقاء نفسك. فيعني اليوم موجود لكي يتكافل الجميع ويتكاتف حتى يصيروا كجسد واحد، وهم يقتدون بمن علمنا المحبة. والرسول كان يقول يعني إنما أنا رحمة مهداة، فكيف تأتي الرحمة مع الجبر؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو كان يعني سهلا وكان ودودا صلى الله عليه وسلم. طيب يا دكتور، هل استطاع الرسول أن يرسخ مفهوم الإنسانية التي ينادي بها الكثير من الناس في نفوس المسلمين؟ استطاع الرسول أن يرسخ الإنسانية، ولذلك بقي الإسلام لهذه الفترة، وهو ما يعني نستبشر باستمراره لنهاية الحياة. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك فإنك المستهزئين. والسبب في الاستمرارية هذه أن نهج وتعليم الإسلام التي رسخها النبي صلى الله عليه وسلم ممتدة لأزمان وأعمار طويلة، يعني حتى وإن تخلى عن تطبيقها البعض لكنها ممتدة لأوقات طويلة، لأنه مثلما هناك الصالح فهناك الطالح، وهذا في أي وقت وفي كل عصر. صحيح. إذن يا دكتور فاصل ثم أعود لاستكمال حواري معك، أبقوا معنا. مرحبا بكم مجددا دكتور حسام الدين. الحوار طبعا جميل عن السيرة العطرة للرسول صلى الله عليه وسلم.
هل المبالغة في الاحتفال بهذه المناسبة واستغلالها، هل يجوز أن ننفق الملايين أو المليارات على الاحتفال بهذه المناسبة وهناك مسلمين يموتون من الجوع يبحثون عن كسرة خبز؟ نعم، يعني الحقيقة أن ما نعاني منه في هذه الأيام هو أن يعطينا الكثير من الناس من ألسنتهم حلاوة ويروغون كما يروغ الثعلب، أو منهم من يعطيك في كلامه كلام جيد ولكنه تحت ثيابه يضمر لك الكثير من الأسلحة ومن القتل ومن الضرب، ويعني هذا أمر غير محبب وغير موجود. فكيف يعقل أن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم وننفق المليارات وغيرنا من المسلمين لا يجدون قوت يومهم؟ كيف يعقل أن يحدث أن يقتل الأخ أخيه ويحتفل، يعني يقتله بالنهار ويحتفل بالليل بالمولد النبوي؟ فكيف ذلك؟ أين هذه الذكرى؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني لم يقل التذكير ولكن قال إن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني تذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه ومع أعدائه، فما بالك إذا كان حاله مع عدوه أنه كان يسأل عليه وكان يعطيه مما كان يملكه، فما بالك بحاله مع أخيه؟ الآن يعني صراع كبير مع الإخوة، ويحدث بالنهار كلام طيب وبالليل أفعال مشينة، كما ينفق الكثير المليارات على الأسلحة، وتجد أن المسلم شقيقه يعاني أنه لا يجد ما يقوت به يوم. صح. طيب يا دكتور، الرسول هل وضع أسس لكل شيء؟ يعني ويعني كيف ينظم المرء حياته مع المسلم أو مع غيره من أصحاب الديانات الأخرى؟ كيف كان يتعامل الرسول مع غير المسلمين؟ يعني صلى الله عليه وسلم صدق عندما قال: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن سمع سمع الله به. فكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالمسلمين وبغير المسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. المحبة هنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي كما يعهد ما بين الناس أن هناك محبة إجلال وتعظيم، وهي مثل محبة الأب لابنه، ومحبة شفقة وإحسان، وهي محبة يعني محبة الأب لابنه، المحبة الجلال والإحسان لمحبة الابن لأبيه، محبة الشفقة والإحسان هي المحبة الابن الأب لأبيه لابنه، يعني محبة إجلال وتقدير اللي هي محبة الابن لأبيه، محبة شفقة وإحسان اللي هي محبة الابن الأب لابنه، بعد ذلك محبة استحسان وهي محبة الناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم محبته تفوق هذه الثلاث، ولذلك كان محبا للجميع فأحبه الجميع حتى غير المسلمين في وقته. كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب التعامل الراقي الذي كان ينتجه الرسول عليه الصلاة والسلام، بسبب التعامل الراقي. صحيح. يعني ليس بسبب الصورة التي يسمعها، أنا لا أريد سماعا ولكن أريد منك فعلا ما يؤيد هذا السماع. فكل الناس تتحدث ولكن من يعطي ومن يبذل؟ القليل. إذن السادة المشاهدين نتابع هذا التقرير الذي عده الزميل محمد الصعار. ما تزال الساحة الإسلامية فارغة لجماعة التشدد والتطرف الإسلاموية للتعبير عن غضب الأمة تجاه كاركتير رسمه أحد المغمورين وأساء فيه للنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. وبين الفعل وردة الفعل، يجد المشاهد أن هناك تحريضا كبيرا يهدد السلم المجتمعي الداخلي للدول الإسلامية بتبادل الاتهامات بين جماعات اليمين المتشدد واليسارية الحزبية وبقية الدول، في ظل تصعيد يزداد يوما بعد آخر يطالب فيه المتشددون بإجراءات ويضغطون على الحكومات لاتخاذ مواقف.
ومن خلال المتابعة يجد المحلل أن هذا المناخ المتوتر تحت يافطة التعبير عن الغضب هو البيئة الأكثر مناسبة لتجنيد الجماعات الإسلاموية منها القاعدة وداعش لدماء فتية جديدة وإعادة إنعاش تنشيط هذه الجماعات المتشددة وخلق الذرائع لها. قد لا يظهر هذا النشاط للجماعات على وسائل الإعلام بالشكل الذي يفضح ما يقومون به حاليا من حملة تحريض واسعة، لكن الحوثي يعد أحد الأمثلة الحية الظاهرة إعلاميا باستغلاله لهذا التضامن الموسمي مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام تحت يافطة لبيك يا رسول الله. فشوارع اليمن وساحاتها باتت كشوفات واسعة للتجنيد والتحريض لقتال من يسميهم أعداء الله ورسوله. وبالنظر جديا إلى موقف فرنسا، تظهر الدولة الرصينة أنها تخلق الذرائع لكل هذا الهرج والمرج بشكل استنكرته عدد من الحكومات العربية. فتصريحات ماكرون لم تكن موفقة، ويقول سياسيون أن حرية التعبير في الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست هي ذات الحرية في الحديث عن الهولوكوست الذي تعتبره هذه الدولة الأوروبية معاداة للسامية يعاقب المتحدث عنها بالحبس والسجن والترحيل. فرنسا كذلك الذي رفعت شعار حرية التعبير ما تزال تضيق الخناق يوما بعد آخر على مسألة الحجاب في تطرف يحسب على اليسار المتشدد ومناهض لكل سياسات التعايش مع الأديان وخلق مناخ الوئام بين الفصائل المختلفة في فرنسا. فالمتابع يجد تباينا في أحكام حرية التعبير واستفزاز للمتشددين من المسلمين وترك مساحة واسعة لتنامي الأنشطة الإرهابية. وأمام هذا الاستفزاز الفرنسي للعامة ما يزال موقف علماء المسلمين وبعض الحكومات غير واضح المعالم، بل أن هناك صمتا وإحجاما عن الحديث مما يصب في ترك مساحة واسعة للمتشددين لتصدر المشهد. كما أن منظمة التعاون الإسلامي إلى ساعة كتابة التقرير لم تحرك أي ساكن ببيان يخمد نيران الكراهية والأحقاد وتفويت الفرصة على اليمين المتشدد. مرحبا بكم مجددا دكتور. هل جسد النبي المختار ما دعت إليها الشريعة السمحة من جميل الأخلاق وعظيم الطبائع وأرقى أنواع الكرم والجود والتعامل مع الآخرين؟ صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة، جوده وكرمه وحسن خلقه لخصه كعب بن زهير عندما قال: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مامول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. هذا هو يعلم أن العفو عند رسول الله مامول، وهو الذي هجاه وهو الذي تطول عليه، لكنه يعلم أن العفو عنده مامول، لأنه يعلم أنه لديه قرآن ولديه سنة ولديه سيرة طيبة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم جوادا بماله وجوادا بأقواله وجوادا بأفعاله. كان يلقب النبي طبعا بالصادق الأمين، وهاتان الصفتان كانت خيرا معين له على تصديق الناس، وكان هذا بفضل الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الصدق، فقال أن الصدق يهدي إلى البر، ويعني لا زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكان يعني يكره الكذب وينهى عن الكذب، لأن قيل أن يكون المؤمن لعانا فقال يكون كذابا، فقال لا يكون كذابا. فهو صلى الله عليه وسلم كان يحس على الصدق ويعني ويفعله حتى يقتدي الناس به صلى الله عليه وسلم. طبعا يا دكتور، احنا كنا طبعا تابعنا التقرير قبل قليل، يعني تلك الصور للأسف التي تسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحدثت يعني جدلا كبيرا في جميع أنحاء العالم، وما زاد الأمر سوء هي تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون عن المخططات الإرهابية التي يقيمها المسلمون داخل فرنسا والإساءة إلى الإسلام للأسف يعني بشكل واضح وصريح في خطاباته الأخيرة. ما تعليقك على ما يحدث اليوم من استفزاز لمشاعر المسلمين الذين يتعدون أكثر من 1 مليار مسلم منتشرين حول أنحاء العالم؟ هو العجيب أن هذا يحدث من بعض القيادات السياسية التي من المفترض أنها تتعامل بدبلوماسية وحكمة مع أقرانها من الدول الأخرى أو مع كافة الدول عموما. فهذه الدول لها سفارات ولها رعاية ولها ارتباطات مع دول أخرى، فهذا أمر عجيب.
ولا يصدق فيه إلا قول القائل: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نضقت فلا تكن مكسارا، فإذا ندمت على السكوت مرة فلتندمن على الكلام مرارا. وهو ما سيلقاه من يتسرع في الإساءة لأديان أخرى أو لرموز دينية يجلها الناس ويحترمها. يعني أقل شيء ممكن يصنع وهو المقاطعة لبعض المنتجات كدليل على الاعتراض. والمقاطعة هذه يعني تخيل أن أكثر من مليار يقاطعون منتجا من المنتجات أو دولة من الدول، فهذا سيؤثر كثير على اقتصادياتها، فضلا عن الردود. لكن يعني أمر غريب وأمر غير معتاد أن يكون قائد من قادة الدول الكبرى التي تزعم بأنها ترعى الحرية فتناقض نفسها في ذات الأمر. ورئيس الشعب الفرنسي معروف عنه الرقي في التعامل والإنسانية، ويعني شعب أكيد كثير من الشعب لا يرضى بهذا بهذا الكلام، فهو وإن كان يعبر فأعتقد أنه يعبر لمصلحة شخصية أو لرغبة شخصية ربما يكون قد فقد صوابه فيها، لأن من يفعل ذلك أعتقد أنه يعني على غير من هو ذي عقل حكيم يوازن ما بين دولته وما بين عمله الشخصي. الأزهر طبعا كان حاضر بقوة للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الأزهر تقريبا يوم أمس صرح بأنه سيكون هناك إنشاء منصة دولية للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فعلا الرسول الأزهر كان حاضر بقوة يعني منذ المرحلة الأولى، يعني عندما تم الاعتداء على مدرس مسلم وبعد ذلك الإساءات، وأصدر بيانا رسميا ونشرته وأذاعته كافة وسائل الإعلام، وكذلك أطلق فضيلة الإمام الأكبر في ذكرى المولد النبوي الأمس في الاحتفال العام أطلق أنه سيتم إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لن تخاطب المسلمين أو العرب فقط ولكنها ستخاطب كل العالم، لأنها ستصدر بلغات متعددة. يعني عندما نتحدث باللغة العربية أو نتحدث باللهجات العامية فإننا نحدث أنفسنا، صحيح. ولكن لابد أن نتحدث باللغات الأجنبية لنخاطب العالم. أيوة، أن صحيح. نتحدث باللغات الأجنبية حتى يرى العالم ويسمع عنا ما هو المطلوب منا، يعني يسمع عنا الصحيح، لأنه هو لا يسمع عنا ولا يسمع منا، فلقد جاء الوقت أنه يسمع منا. وبإطلاق هذه المنصة سيسمع الغرب منا ما خفي عنهم من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سيرته ومن أعماله ومن محبة المسلمين له صلى الله عليه وسلم. إذن يا دكتور، ما يتعرض له المسلمين اليوم، كيف يمكن أن نواجه هذا الاستهزاء وهذه السخرية على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو دور المسلمين اليوم؟ دور المسلمين متعدد هذا اليوم أو حتى في المرحلة المقبلة. يعني إذا رأينا أو إذا نظرنا إلى أنفسنا في شتى البلاد والدول نجد أن الاعتماد الكبير أننا شعب مستهلك، شعوب مستهلكة، فلابد أن نتحول إلى شعوب منتجة، ولابد أن يكون هناك تكافل وتعاون وتوحد. فإذا كان هناك شقاق في المنزل الواحد فكيف يكون في الدولة الواحدة وكيف يكون في الإقليم الواحد؟ فما زال هناك شقاق وما زال هناك شعب أو شعوب تستهلك أكثر مما تنتج، وما دامت ما دام أكلنا ليس من فأسنا فتفكيرنا سيكون خارج رأسنا، لكن عندما يكون الأكل من أعمالنا فبالتالي نستطيع أن يعني نتحدث بقوة. فدائما الشخص المستهلك هو يمشي خلف من يعطيه هذا الإنتاج، فينبغي علينا أن نتوحد، ينبغي علينا أن يعني نتكاتف، ينبغي علينا أن نصير في ركب المنتجين وليس المستهلكين. صحيح. إذا فاصلة موعد لاستكمال حواري مع الدكتور حسام الدين أبو معنا. صلى الله
مرحبا بكم مجددا السادة المشاهدين. دكتور، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية تزامنا مع الاحتجاجات ضد تصريحات الرئيس ماكرون. اعتبرها البعض طبعا مسيئة للإسلام، لكن ما مدى تأثير هذه الحملة على الاقتصاد الفرنسي؟ أي اقتصاد متأثر بأي مقاطعة له مهما كان، يعني حتى وإن كان العدد قليل، يكفي أن تتداول وسائل الإعلام العالمية أن هناك مقاطعة من المسلمين لمن يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا رمز له مكانة في قلوب، يعني صحيح. ليس مكانة، ده محبته فرض على المسلمين، يعني تزيد عن مكانة هو في قلوبهم، أحب إليهم من أسرتهم، أحب إليهم من والدهم وأولادهم. فبالتأكيد لابد أن تكون هذه، إذن حتى لا يبكون على اللبن المسكوب، حتى يفرملوا شوية، يحترموا مشاعر المسلمين، يعني نعم، ما بالك برمز الإسلام، يعني حتى وإن حدثت المقاطعة بصورة ليست كبيرة ولكنها رسالة، يعني رسالة إذا قد أدت قبل ذلك. لو تذكرنا منذ عدة سنوات عندما أسيرت حملة ممنهجة ضد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك ببعض الرسوم المسيئة، وحدثت مقاطعة وأدت، يعني أدت لها اهتزت مفعول كثير واهتزت عروشهم، وتبين مقدار المسلمين ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. إذن يجب عليهم احترامنا طالما نحن نحترم الأديان ونحترم الأنبياء الآخرين. نعم، وهذه طبيعة المسلم، يعني ربما تكون هذه الحملة، يعني إذا كانت هي ضد الإسلام ولكنها تبين عظمة الإسلام في أن الإسلام متسامح مع غيره، يعني الإسلام لا يعادي أحد ولا يبدأ بلعن أو شتيمة أو قذف، ولا وحتى وإن قابله أحد فإنه لا يرد عليه بمثل هذه الإساءة، ولكن يرد عليه بفعل يبين عظمة هذا الإسلام. أنا لا أؤذيك، يعني لكن لن أشتري منك، لكنني لن أؤذيك. وعليهم أن يفهموا يا دكتور أنه نحن أيضا نحترم الآخرين ونحترم آراء الآخرين، ولكن لا داعي لاستفزاز أكثر من مليون مسلم، يعني. نعم، يعني هذا استفزاز في غير محله، ويدل على يعني حماقة مرتكبيه. إذن يا دكتور، هل باتت شعوب العالم الإسلامي في مواجهة مع ماكرون؟ بالتأكيد، وعليه أن نتحمل ذلك. بالتأكيد العالم الإسلامي كله الآن تحت يعني رجل واحد، وهو الذي توحد من أجله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد أن الاختلافات هذه، وإن كان هناك شقاق في البيت الواحد وفي البلد الواحدة وفي الإقليم الواحد، لكن في هذه الحملة وجدت أن المسلمين جميعا كلهم يقفون رجل واحد للصد وللرد على هذه الهجمة. طيب يا دكتور، التصريحات العنصرية التي ما زال مستمر فيها ماكرون، هل من شأنها أن تؤجج مشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم؟ ستؤجج هذه المشاعر، ويعني هناك بعض المؤسسات يعني بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن يعني الإجراءات القانونية دائما، خاصة الإجراءات القانونية الدولية، تأخذ وقتا طويلا ولا يعني تعطي حلا، لكنها من باب الإجراءات المتخذة. ولكن أعتقد أن الرسالة وصلت إلى القيادة التي أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تفاعل الشعب، وجزء كبير منه عارف قيمة الإسلام وقيمة تسامح الإسلام في أنه لم يقوم بأي أحداث عنف، بل إن العنف كله يأتي ممن أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن التعليم الإسلامية ما زالت في قلوب المسلمين، وهم متمسكين بصبرهم، ولكن على القيادات السياسية أن تراعي أن هذا الصبر يعني يحتاج إلى من يدعمه ويجعله يستمر طويلا. دكتور حسام الدين أحمد، أنا مسرور جدا بتواجدك معنا في هذا الاستوديو، وبورك جهودك، ونتمنى لك المزيد من التألق في أعمالك الأكاديمية والإعلامية، وأيضا في دراستك، أنت عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر، وأيضا في بداية لديك العديد من
الابداعات في مجال التاليف، كنت قد يعني قرات لك يعني كتاب، سرنا جدا بتواجدك معنا في الاستوديو وبركه جهودكم. كما كنا نختم هذا اللقاء بالكلمات الطيبه، أدم الصلاة على الحبيب فصلاته شمس وطيب، أنفاس جنات ومفاتيح رحمة ونغم حبيب، الله صلى وملائكته الكرام على الحبيب، فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم. أيضا الشكر موصول لكم السادة المشاهدين، كنت مسرور جدا بتقديم هذه الحلقة عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ألقاكم بإذن الله تعالى صباح الأحد القادم. شكرا لتكرمكم بمتابعة هذه الحلقة المباشرة عبر شاشتكم قناة اليمن اليوم، عبر برنامجكم صباح اليمن اليوم. في أمان الله.